أول أخبارنا لوزارة الداخلية، أطلقت وزارة الداخلية البرنامج الثاني للكفاءات المتميزة والذي ينظمه مركز تنمية القادة ورعاية المبدعين بالوزارة، ويعنى بإعداد كفاءات واعدة للمستقبل من منتسبي الداخلية في إطار حرص الوزارة على مواصلة تطبيق البرامج النوعية والتي تعود بالنفع على تطوير الأداء الشرطي حفاظا على ديمومة التميز في تقديم الخدمات للمتعاملين وتحسين مؤشرات الأداء. وقال اللواء الدكتور ناصر الخريباني النعيم الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إن الارتقاء بالعنصر البشري وتطويره وفق أفضل الممارسات العالمية يشكل غاية في اهتمامات الوزارة، ترجمة لرؤية القيادة الشرطية وتجسيدا لاستراتيجية وزارة الداخلية ورؤية الحكومة الاتحادية. كما قال العقيد الدكتور راشد محمد برشيد مدير الإدارة أن إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي ضبطت مؤخرا سائحا أسيويا سعى للتسول من عناصر يعملون في إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي، وذلك أثناء تواجدهم في مواقف السيارات التابعة لمبنى التحريات في واقعة طريفة وغريبة في آن واحد. وفي خبر آخر، كشف اللواء خميس مطلم زينة القائد العام لشرطة دبي عن إلقاء القبض على 4 شباب في العشرينيات بسبب تورطهم في مقتل شاب مواطن متأثرا بطعنات نافذة، وذلك بالتعاون مع شرطة الشارقة بعد هروب الشباب إلى هناك. وقال اللواء المزينة أن تفاصيل الحادث تعود إذا إلى تلقي مركز القيادة والسيطرة بلاغا عن وجود شاب لقي حتفه نتيجة تعرضه لطعنات نافذة أودت بحياته وإصابة 3 آخرين في مستشفى راشد. وأفاد شهود عيان أن الشاب كان بحوزتهم مادة كاوية وأن 2 منهم أصيبوا فعلا جراء رش المادة عليهم وأن جميعهم في العشرينات وأن بعضهم من أرباب السوابق. وقال أحد سكان المنطقة أنهم سمعوا أصواتا عالية منتصف الليل أمس الأول وأنه شاهد الشباب يتشاجرون بالسيوف وأن الشرطة حضرت على الفور وكذلك الإسعاف وتم نقل أحدهم بعد إصابته إصابة خطيرة. كما نشرت القيادة العامة لشرطة دبي على موقعها في اليوتيوب فيديو توعويا فيما يتعلق بتقلبات الطقس التي تتعرض لها دولة الإمارات في الآونة الأخيرة. هذا الفيديو يوضح بعض الإرشادات الهامة التي يتطلب على قائد المركبات اتباعها أثناء سقوط الأمطار أو مواجهة الرياح المثيرة للأتربة على طرق الدولة. خلينا نتابع مع بعض. مرحبا، اليوم الشمس ساطعة والجو صاف وكل شيء حولنا جميل، ولكن ماذا لو تغيرت الأجواء وتعرضنا لتقلبات الطقس؟ لاحظوا عدم وضوح الرؤية نتيجة لسقوط الأمطار، لذلك نستخدم الإضاءة العادية المنخفضة ونبتعد عن تجمعات المياه لأن المياه تقلل من فعالية الفرامل. علينا مضاعفة مسافة التتابع لأننا سنكون بحاجة إلى مسافة وقوف آمنة أكبر من الحالات العادية. عليك أن تكون هادئاً وصبوراً أثناء تشكل الضباب. إن استخدام الإشارات الرباعية التحذيرية يربك الآخرين، فهي تستخدم فقط في حالة الوقوف التام للطوارئ. استرشد بالعلامات الأرضية للطريق الأيمن ولا تسترشد بخط منتصف الطريق. لقد دخلت في عاصفة رملية ورياح قوية. إن تدني الرؤية بسبب الغبار والرمال المتطايرة قد يحجب مخاطر غير متوقعة. في كل الأحوال، واصل تركيز نظرك وانتباهك للأمام، وعليك يا صديقي أن تخفف من سرعتك ولا تحاول التجاوز أو تغيير المسرب لأن هذا يعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر. عزيزي السائق، توخى الحذر أثناء القيادة في تقلبات الطقس. قيادة آمنة، حياة آمنة. طبعا نوجه عنايتكم مشاهدينا إلى الحيطة والأمان، وطبعا اتباع التفاصيل والطرق التي توفرها لنا كافة وسائل الراحة طبعا من خلال الشرطة ومن خلال أيضا المراكز المختلفة. نأخذكم الآن إلى فاصل ومن ثم لنا عودة بما تبقى من مساء الإمارات.